السلام عليكم. في ذكراها السابعة تتعرض ثورة فبراير لهجوم واسع ومنظم من قبل العديد من الأطراف في محاولة لإلصاقها بالتبعات التي تعيشها اليمن اليوم والظروف السيئة التي نعيشها. هذه الحملة المنظمة تتوافق مع أجندة المملكة السعودية والإمارات اللتين تدعمان مشروع الثورة المضادة لدول الربيع ومنها اليمن. بات جلياً التخادم الكبير بين دولة الإمارات وحزب المؤتمر الشعبي العام عدو الثورة في اليمن. أصبحت سياسة الإمارات هي احتضان كل أعداء التغيير ودعمهم لتشويه الثورة والقضاء عليها. لكن فبراير روح سرت في وجدان اليمنيين وإرادة فولاذية ستصنع مستقبل اليمن الأبيض. صحيح أن الظروف قست عليهم وأن الحرب أثقلت كاهلهم وأصبحت كابوساً يجثم على صدور الجميع، لكن كل ذلك لم يكن بسبب فبراير وإنما بسبب أعداء الحرية والديمقراطية سواء من القوى في الداخل أو من دول الإقليم التي دعمت انقلاب 2014 وفتحت باب الجحيم على اليمن. ثورة فبراير أعادت السلطة إلى الشعب وأوصلت اليمنيين إلى حوار وطني ومشروع دولة اتحادية. إذا لماذا يتبنى مسؤولون في الحكومة الشرعية وقوى منضمة لها صدارة الهجوم على فبراير؟ هل يوافق ذلك هوى المملكة والإمارات المعاديتين للربيع ومقتضياته الديمقراطية؟ ما هو موقف الرئيس هادي، الرئيس الذي أتت به فبراير إلى كرسي الحكم؟ أين مواقف القوى السياسية المشاركة في فبراير والتي خذلت ولا زالت تخذل الثورة؟ أعزائنا المشاهدين، هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها الليلة مع ضيفنا هنا في الأستوديو الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير دكتور عبد الباقي. مساء النور، أهلا وسهلا. إذن كما تعودنا بداية نذهب دكتور لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود بعده للنقاش. ما إن بدأ ثوار فبراير بالتحضير للاحتفاء بالذكرى السابعة لثورتهم حتى بدأ خصومها يعدون العدة لاستهداف الثورة والثوار معا. توقيت هذا الاستهداف بات من الواضح أن له علاقة بانضمام الكثير من القوى التابعة للمخلوع إلى صف الشرعية، وأصبح صوتا واضحا يقفز على جرائم قاتلهم الأول وهم الفارون من ميليشيا الحوثي ليصبوا نقمتهم على ثورة الشباب السلمية. يعيد شباب الثورة تذكير هادي أنه جاء محمولا على بساط الثورة إلى سلطة الدولة، الثورة التي لم يبحث شبابها عن مكاسب سياسية أو وظيفية وهي المحطة التي لا يمكن تجاوزها. يقول متابعون إن ما يحدث هو مجرد استرضاء للمزاج الخليجي الذي يتماهى مع الثورة المضادة وضغوط تمارسها السلطات في السعودية والإمارات تجاه أصوات فبراير، وهو ما دفع بقيادة حزب الإصلاح لإعلان تجميد عضوية ناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان لانتقادها السياسة السعودية والإماراتية تجاه بلدها. سبع سنوات تعرضت فيها اليمن لمحنة كبيرة إثر انقلاب عسكري نفذه تحالف المخلوع وميليشيا الحوثي. هذا التحالف الذي قاد محاولة الثورة المضادة للانقضاض على ثورة الشباب السلمية والتنكيل برموزها. لكنه فبراير الذي كسر صنمية الحاكم الفرد وأنهى إلى غير رجعة نظام الحكم العائلي، ما تزال قيمه تؤكد على حرية التعبير والعمل وأن الناس سواسية أمام القانون والثروة والوظيفة العامة. إذن دكتور، بداية كيف تتابع الحملات المنظمة من قبل مسؤولين أو أطراف سياسية تسيء إلى ثورة فبراير، خاصة يعني كلما دخل شهر فبراير نجد الشباب يبدأ يحتفي بهذه المناسبة، ولكن نفاجأ بأن هناك يعني حملات منظمة ضد فبراير وشبابها. أولا فبراير يعني والحملات المنظمة انطلقت منذ فترات طويلة، وطبعا كما تعلمين أن المشكلة ليس في فبراير. فبراير فعل شبابي موضع اليمن في مسار التغيير لإصلاح مسار الجمهوري وللموضعة في المسار الديمقراطي، لكن كان قبل فبراير كان هنالك
يعني كثير من المعطيات. هذه المعطيات أن المنطقة شهبت ربيعا عربيا، الحقل اليمني كان منفجرا قبل الحقل المصري والتونسي والليبي، ولكن كان يبحث عن الوسيلة والنتيجة، يعني كان يريد، يعني وصل النظام السياسي، هناك إضعاف الأحزاب السياسية، هناك مؤشرات التنمية ضعيفة، هناك بطالة، مجتمع 70% منه شباب، إضعاف الأحزاب السياسية ومؤسسة المجتمع الدولي لصالح الرموز التقليدية، انتخابات ما يقارب عقدين ونيف دون أن تؤدي للدواسي من السلطة، تدهور في الحياة الاقتصادية، كل هذه العوامل، إقصاء أيضا، تحول الرئيس السابق ركز السلطة واحتكرها دستوريا وعمليا، أضعف الجيش الوطني لصالح الحرس الجمهوري، عمم الفساد قصديا، كثير من المعطيات. كان الشباب والجماهير بقطاع تبحث عن وسيلة لإزاحة النظام ونتيجة مضمونة أقل كلفة. جاءت ثورة الربيع تونس ومصر وجابت الساحات نتيجتها مع مناخ عربي. المجتمع اليمني طبعا كما تعلمين أن وتونس تعاني أيضا حتى الآن، هناك حملة مضادة بتونس، هناك مصر ما زالت في غرفة الإنعاش، يعني هناك أيضا يعني ثورة مضادة تدعمها نفس الدول في ليبيا وفي مصر وفي تونس، هناك دعم. المشكلة وين؟ المشكلة ليس في شباب فبراير، شباب فبراير ارتكبوا خطأ واحد سأذكره. المشكلة أنه الأنظمة الدكتاتورية ماذا فعلت؟ أضعفت الأحزاب السياسية وأضعفت مؤسسة المجتمع المدني وركزت السلطة في يدها. عندما جاءت الثورة الشبابية والشعبية لتعبر عن رفضها للمعاش وتطلعها لواقع مأمول، كانت فاقدة للقدرة على الانتظام في حركات الاجتماعية، قادرة على أن تتحول إلى أحزاب سياسية. كانت مفاصل الدولة الاستخباراتية العسكرية الأمنية منظومة التجار الفساد، كل هؤلاء مرتبطين بالحاكم، وبالتالي كانت بحاجة إلى 10 سنوات لأن تجتاز كل هؤلاء، تجتاز هؤلاء. لكن الثورة المضادة بدأت بالتآمر منذ المرحلة الانتقالية في اليمن بالذات، دعنا نتحدث عن اليمن، أنا سأتكلم عن الشباب لماذا ارتكبوا الخطأ وما زال لدينا وقت لإصلاح هذا الخطأ. لو تذكرين أن لو كانت استمر في اليمن اكتمال الثورة الشبابية دون المبادرة الخليجية، لأن المبادرة الخليجية وأدت التحول، لأن الحقل السياسي اليمني مراقب، ليس مراقب من اليوم، مراقب من السبعينات. في السبعينات عندما كان هناك حرب بين الملكيين والجمهوريين، وصل في مارس عام 1970 أن تمت السعودية إلى المصالحة بين الملكيين والجمهوريين وإعابة الملكيين، تقاسم السلطة، نائب رئيس 12 عضو. هذا الشكل يعني هذا النموذج اللي هو إيش؟ إعادة إنتاج هذه الضربة الأولى. لأنه ودعيني بس فقط أطرح بسطة بعدين لك فهنا، هذا في السبعينيات نحن زرعنا الثورة المضادة الأولى التي تأسست مع تنظيم الهاشمية السياسية وعودة الملكيين وإعادة تجديد السلطة الإمامية. هؤلاء خططوا منذ السبعينيات ضد النظام الجمهوري، ثم جاءت المبادرة الخليجية والشباب في لحظة إقصاء، صحيح أنه إقصى رأس النظام، ولكن جاءت وجددت شرعية الرئيس السابق علي عبد الله صالح المخلوع، ومنحته نصف السلطة والبرلمان الأغلبية له والقضاء امتداد له ومؤسسة الجيش لا تولى له ويستقبل التقارير قبل الرئيس الشرعي، كل هذه العوامل ومنحه حصانة. إذن وضعنا الثورة المضادة العائلية، لدينا ثورة مضادة سلالية إمامية من السبعينيات تعمل، ثورة مضادة عائلية انطلقت قبيل، وأقولها وأتحمل مسؤولية، صالح لم يذهب إلى توقيع ولم يتخذ قرار التوقيع على المبادرة الخليجية إلا وقد وضع الثورة المضادة ومشروعه للعودة عن طريق وصول البلد إلى فراغ دستوري المرحلة الانتقالية، ومن ثم الذهاب إلى انتخابات مبكرة عن طريق عودة السلطة إلى البرلمان، المخطط كان معروف. إذن الشباب كانوا أمام ثورات مضادة مدعومة، وكان هناك أيضا تحول في الموقف الدولي، أنه القوة التي صعدت من الميدان كانت القوة الإسلام السياسي، وهذا أربك
القوى الدولية التي تحولت أولوياتها، وبدأ هناك مؤامرة إقليمية ودولية بكيفية أن يؤصلوا الأنصار الحوثيين في الحقل السياسي اليمني، وهذا يتطلب إضعاف القوى الأولى التي تمخبت عن الثورة الشبابية التجمع العلمي للإصلاح، ومن هنا مهدوا له في مهمة إضعاف واستنزاف. هذا هنا أصبح صراع لإعادة تشكيل الحقل وإيجاد ثلاث توازنات، يكون موجود منظومة الفساد حتى لا تستقر البلد لمنظومة صالح وبقاء هذه المنظومة، إضعاف القوى الإسلام السياسي بواسطة الحوثيين، إيجاد توازنات. أين المشكلة بالشباب؟ الشباب ارتكبوا خطأ واحد. الخطأ الأول أنهم كانوا قوة احتجاج وليس اقتراح، يعني كانوا مجرد ينتظرون يعني ردات الفعل، لم يستطيعوا بناء توافقات والتحول إلى جماعة سياسية أو أحزاب سياسية أو أن يضعوا تكتلات لها مشروع وطني ولا تنسحب لصالح الأحزاب السياسية التي انضمت إلى الساحة لاحقا وبدأت تضع برامج، ثم هذه الأحزاب التي اعتمدنا عليها ذهبت إلى مؤتمر الحوار الوطني فرادى. نعم يعني في اللحظة، يعني إذن لا ننسى أنهم يعني شباب كانوا دون موارد اقتصادية، لا أنا دون موجهات. نحن الآن ندرك هذا الكلام، لكن أقول أن الشباب ما زال حتى الآن، يعني هناك خطأ في أن أنا أقول للشباب ما زال، ليس فقط الشباب حتى المجتمع اليمني، نحن الآن يعني الثورات لا تقام بسنة واحدة في تجمع في الساحات ولا نحدث تغيير خلال أنه نحن أزحنا رأس النظام. نحن بحاجة إلى، كانوا مفروض أنه لا يقوموا بإحلال الأحزاب السياسية، كان حتى بالأحزاب السياسية أن تؤسس أحزاب للشباب وأن تدخلهم داخل الحقل السياسي اليمني ليتحولوا إلى قوة اقتراح ويستمروا، لكن هم تآمروا على الشباب ومثلوهم في مجموعة نسب في مؤتمر الحوار الوطني وطلبوا منهم ترك الساحات لمصالح سياسية، لأن كان الحقل السياسي اليمني القبيلة متضررة، لأن الرئيس السابق انتقل من العصبية الواسعة القبلية إلى العصبة وتضررت مصالح البعض. هناك أيضا مشروع التوريث الذي تطلب القضاء على يعني المحسن. إذن أود المؤامرة دكتور أن يعني أن نلاحظ يعني مثلا هذا الثورة المضادة التي تتحدث عنها والتي كانت يعني من السابق وهي موجهة ضد ثورة شباب فبراير، يعني لكن ألا نستغرب يعني وجود أناس يعد من ضمن الحكومة التي أتت من خلال هذه الثورة والتي يعني ربما قد لا تكون ثورية بامتياز ولكنها يعني كانت أحد مسببات وجودها هي الثورة، ومع ذلك نجد من يهاجم الثورة بطريقة سيئة للغاية، اتهامات واضحة لأن كل ما حدث متجاهلين انقلاب الحوثي، متجاهلين ما الذي فعله الرئيس السابق، كل ذلك وأن سبب المشاكل كلها هم هؤلاء الشباب الذين خرجوا ذاتهم. أولا ليس كل من انضموا إلى ساحة التغيير والحرية هم منتمين للثورة، قلنا أن الذين انتموا لساحة التغيير والحرية في جزء منهم شباب وأنقياء ويحملون مشروع ويرفضون المعاش، ولكن هناك من انضموا لتضرر مصالحهم ومنهم رموز قبلية التي مثلا عندما أصبح الرئيس السابق لديه أبناء وأبناء أعمام وبالتالي تخلى عنهم وأصبحت المنافع والوظائف ضيقة، لم يعد يعتمد على بكيل وحاشد برمتها، أصبح يعتمد على جزء من حاشد وركز السلطة. هناك أيضا ضرب الرأسمالية التجارية في المناطق الجنوبية وفي تعز وخلق رأسمالية مرتبطة به، أيضا الجيش الوطني حاول أن يحدث الحرس الجمهوري ويقوم بمناطق تجنيد بمناطق محددة ويدخل القطاعات اللواء علي محسن في حروب بهدف يعني إضعاف القوة هذه المنافسة والمرشح المحتمل، يعني نحن كنا أمام صراع مصالح ومشروع توريث. كل هذه العوامل جعلت كثير من هؤلاء المتضررين يأتوا إلى هذا الحقل لإزاحة رأس النظام. وأنا شخصيا قمت دراسة للأمم المتحدة لساحة التغيير وأجريت لقاءات، وكانت هناك من يتحدث معي من قيادة الحوثيين ومن الحراك الجنوبي ومن كل المجموعات يقول نحن يعني مثلا الحراك يقول نحن مؤجلين معركتنا مع الحوثيين ومع التجمع عليهم الإصلاح وعلي محسن الأحمر، خلينا نزيح النظام، ذابولا شاركوا في حرب 94، ثم الحوثيين يقولون سنواجه علي محسن بعد إزاحة رأسنا. يعني أنه كل هذا الكيان الهش ذهب نظراً لأزمة مشاركة سياسية حادة، أزمة مشاركة سياسية حادة وإقصاء
لمناطق محددة من السلطة وتجنيد عسكري وأمني واستخباراتي، هذا خلق أزمة. هذه الأزمة أدت إلى يتضرر الجميع من رأس النظام، لكن عندما اجتمعوا في ساحة التغيير اجتمعوا لهدف مؤقت وليس لهدف استراتيجي. الشباب كانوا الضحية بين هؤلاء لأنهم لم يكونوا يدركوا أنه ينبغي لهم أن يديروا هذا الزمن الانتقالي من خلال بناء توافقات ومن خلال إيجاد مسامحات وتواصل بما يحافظ على كتلتهم. الذي بعد المرحلة الانتقالية وانسحاب الشباب من الميدان لصالح الأحزاب السياسية التي تشظأت أو عيد التحالف، والذي بقى في الحقل السياسي هم الثورتين المضادتين، الثورة العائلية المضادة المدعومة من الإمارات والثورة المضادة المدعومة من إيران، يعني هناك صراع إقليمي من الإمارات والسعودية. إذن هؤلاء لديهم إمكانيات مادية، لديهم قطاعات عسكرية، الشباب انسحبوا من الميدان وأصبحوا ممثلين بمجموعة من الشخصيات، وهذه الشخصيات قسمت بنسب كوتا بمعنى أن أصبح اللعبة في الانتخاب. إذن كل هؤلاء الذين الآن يحاولون أن يتحدثوا عن ثورة فبراير أنها كانت، هم يعني يحققوا ما خطط له من ثورة المضادة، خلق حنين إلى الأيام السابقة، الدفاع عن مصالحهم، حتى بعضهم في دول التحالف العربي مرتباتهم ومصاريفهم، ويعني أحيانا الحاجة تجعلهم يأخذوا مواقف مؤقتة. الثورات ليس فعلا مؤقتا في الزمان، الثورات هي قد تستمر عقدة وعقدين. نحن الآن اتضحت الصورة أن الخطر الآن خطر ثنائي. الخطر الأول أن قوة الثورات المضادة لديها ما يسمى بخلية خبرة تدير العمل، لديها منظومة إعلامية، لديها خطة واضحة. الخطورة بالشباب وبالثورة وبقوة التغيير الذين انسحبوا وتم يعني بثهم في الجغرافيا الواسعة، ونحن بحاجة إلى أن لا يتسرب إليهم، يعني حتى يعني قيد أنملة من الإحباط، وليعلموا أن الثورات نحن يعني كانت الجمهورية اليمنية كانت في خطر. الجمهورية اليمنية كانت في خطر، بس جملة واحدة وأغنتين. الجمهورية اليمنية وأهداف سبتمبر 6 انتهت مع صالح عندما كانوا يتحدثون عن الدولة الصالحية قبيل انفجار الحقل السياسي اليمني، وأن المشروع الديمقراطي اللي رهن عليه من 90 20 سنة لم يفضي إلى تداول سلمي للسلطة، وجد الآن الحراك الجنوبي أو وجد ما يسمى حروب صعبة السدة وأضعف الأحزاب السياسية. اسمح لنا دكتور عبد الباقي أن ينضم معنا أيضا الكاتب والناشط السياسي وليد الأبارة من الرياض. مساء الخير أستاذ وليد. مساء النور أستاذ وليد. كيف تتابع الهجوم الشرس والنقل المنظم خاصة مع بداية فبراير على ثورة وثوار فبراير في ذكراها السابع من قبل مسؤولين محسوبين على الحكومة الشرعية وأيضا من بقايا يعني فلول النظام السابق؟ أشكرك أختي العزيزة وأشكر كل طاقم قناة بلقيس والمشاهدين الكرام. في الحقيقة لا يوجد أساس منطقي لتحليل عادة الهجوم الذي يتكرر عقب كل احتفال أو كل ذكرى بثورة فبراير العظيمة، لأنه حقيقة لا يوجد مبررات منطقية، بمعنى هم موجودين في السلطة ويزعمون أنهم يساندون الرئيس عبد الرب منصور هادي الذي هو انعكاس لإرادة فبراير. لولا إرادة فبراير ولولا الإرادة الشعبية التي أطاحت بالنظام السابق الذي استولى على الجمهورية اليمنية وحاول أن يحولها إلى شركة يورثها أبنائه، وبالتالي هذه هو انعكاس للإرادة الشعبية وانعكاس لثورة فبراير، ولا وجود لمبرر من يقف مع هذه وفي ذات الوقت يقف ضد فبراير حقيقة. نعم يعني خاصة يعني أستاذ وليد، يعني نحن نستغرب يعني مدى الانفصام بين هؤلاء المنتمين لحكومة تعتبر 11 فبراير يوما وطنيا وهم يشتمونه بهذا الشكل. صحيح. من الناحية الفكرية والمفاهيمية حقيقة نكتشف على أنه عادة حتى لو أردنا أن نوصف عليهم مثلا توصيف مثقف سلطة نجد على أن هذا التوصيف لا ينطبق عليهم، أو حتى
يعني لو استخدمنا المصطلح للمؤلف باسكال الذي هو المثقفون المغالطون، هؤلاء ينطبق عليهم كلمة مثقفون مغالطون لأنهم مع الشيء ونقيضه. وعلى الحقيقة هذه فكرة طبعا أنا أقدر بعض الأخوة حقيقة، لأنه هناك أطراف كانت تشعر بالضيم لأن المؤتمر الشعبي العام حقيقة أو جزء كبير من المؤتمر الشعبي العام جناح صالح بالتحديد قد تآمر على الجمهورية الذي ظل يتغنى بها حوالي أكثر من 30 سنة، وبالتالي كانوا يشعرون بتلك المرارة. كيف ينعكس ذلك الشعور المذل والمهين أن هذا الحزب قد تآمر على الجمهورية وكان الجمهورية وأنا الحارس الجمهورية الذي كان أصلاً عقيدته العسكرية بنيت ليحمي النظام الجمهوري من أي محاولة انقلاب على هذا النظام، وبالتالي كان جزءاً شريكاً أو شريك أصيل في الانقلاب على الجمهورية، وبالتالي هو جزء من ردة فعل غاضبة من ثورة فبراير لأن حشرتهم في زاوية ضيقة حقيقة. نعم، إذن ما رأيك أستاذ وليد في من يحمل فبراير تبعت كل ما يحصل لليمنيين جراء انقلاب الحوثيين؟ من يحمل ثورة فبراير هو يحاول أن يبرئ الحوثيين وجناح صالح من التحالف وإسقاط الجمهورية ومهاجمة مؤسسة الدولة بالسلاح وبالقسر المميت أصلا. ثورة فبراير كان شعارها سلمي وهذا أبرز ما ميزها. ثورة فبراير صحيح أن هناك أخطاء كثيرة لثورة فبراير، وصحيح أن هناك أصوات غاضبة وحقيقة لا تعبر عن ثورة فبراير، وأصوات أيضا ليست مسيسة ولا أيضا في نفس الوقت كثير من القوى التي انضمت لفبراير حقيقة لم تكن ديمقراطية في بنيويتها أصلا، وهذا أثبتته الأيام. أيضا كان هناك مسألة التحاصص بعد ثورة فبراير وإعطاء الحصانة وكل هذه الأخطاء التي رافقت مما أدى إلى سقوط الدولة، لكن في الأساس من يحاول أن يحمل فبراير مسؤولية سقوط الدولة هو فقط يحاول أن يبرئ الحوثيين وجماعة صالح المسلحة الذين أسقطوا الدولة بالسلاح، بينما فبراير كانت ثورة شعبية سلمية شعارها فقط هو استعادة السلطة وبناء نظام ديمقراطي لكل اليمنيين، شعارها فقط هو المواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص بين كل اليمنيين، وبالتالي هي لم تكن موجهة ضد شخص معين ولا ضد طائفة ولا ضد حزب معين، كانت فقط تستهدف بنيوية أو بناء النظام العسكري الاستبدادي واستبداله بنظام ديمقراطي وعلى الجميع أن يتنافسوا تنافس حر. من وقفوا ضد فبراير دفعوا الثمن، أولئك الذين وقفوا ضد فبراير أو ضد الشعارات السلمية دفعوا الثمن. نعم، إذن أستاذ وليد يعني كيف تقيم أيضا أداء الأحزاب التي شاركت في الثورة؟ يعني هل تعتقد أنها ما زالت ماضية في تحقيق أهداف فبراير، أم أنها يعني انعطفت منعطف آخر واتجهت يعني متباهي ربما مع رغبات الدول الإقليم؟ الأحزاب السياسية حقيقة لديها موقف جيد من الشرعية ومن الاعتداء على الدولة. كثير من هذه الأحزاب، أنا أتحدث عن الأحزاب الكبرى مثلا حزب التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي، الحزب الناصري وكثير من بقية الأحزاب ما فيها مؤتمر هادي، هذه الأحزاب لديها موقف واضح من اعتداء الحوثيين على مؤسسات الدولة بالعنف، ولديها موقف واضح فيما يتعلق بمحاولة اغتصاب السلطة وحكم اليمنيين بإرادة الملالي أو بإرادة الولي الفقيه وغيرها من يعني هذا بشكل رئيس طبعا. وكثير من أعضاء شباب هذه الأحزاب أو المنتمين لهذه الأحزاب موجودون في كل جبهات القتال يواجهون الميليشيات الحوثية الانقلابية، ولكن فيما يتعلق من المسارات الديمقراطية مثل ما قلت لك أختي الكريمة لا تزال الأحزاب بشكل عام جزء منها لم يقبل بالقيادات الديمقراطية بداخله. كثير من شباب فبراير يشكلون حوالي 80% الآن من قوام الجبهات حقيقة، يقاتلون في كل مكان، يستشهدون على المستوى الإعلامي، على المستوى الصحفي، على المستوى العسكري، على المستوى الأمني. ونأمل في قدم الأيام أن يكون هناك حضور لفبراير، حضور لقيام فبراير حقيقة، لأن فبراير لا تعني جهة معينة ولا حزب سياسي معين ولا ثقافة معينة ولا إيديولوجية معينة، وإنما تعني اليمن كل اليمن.
نعم، إذا شكرا جزيلا لك وليد الأبار، الكاتب والناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. دكتور عبد الباقي، تود أن ترد أو تعلق على حديث الأستاذ وليد، ولكن اسمح لنا أن نذهب أنت وسادة المشاهدين لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. طغيان طويل، فساد مستشر، فقر وانتهاكات أشعلت الروح. صدور امتلأت بالغضب والحق والنقاء، تصدت وكانت في الصدارة. قاومت الجبروت بالسلمية وهزمت الرصاص بالإصرار، فأسقطت حقبة الطغيان إلى الأبد. ربيع حرية سقته التضحيات فأزهر، وعد المستقبل الآتي والأكيد. الحادي عشر من فبراير، ثورة شعب وأمل مستمر. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. دكتور عبد الباقي، ودت أن تعلق على السيد وليد، تفضل. هو التعليق في إطار ما كنا قد تحدثنا فيه، أنه كثير من الشخصيات التي تقدم النقد لفبراير هي كانت ثورة فبراير قد قامت ضدهم، وبالتالي تضعهم في موقف محرج عندما انضموا بعد تسليم صنعاء للحوثيين الى السلطة الشرعية. المؤسف هو هنا ليس الذين وجهوا الخطاب السلبي نوفمبر وحاولوا ان يشعروا الجماهير بان فبراير قد ارتكبت كارثة بحقها، من الذي ارتكب كارثة هو نظام صالح والمشاريع المضادة. المؤسف أيضا أن التجمع اليمني للإصلاح الذي ارتكب في تجميده لأهم أيقونات فبراير التوكل كرمان، أعطت للساحات بعدا كونيا ونقلت اليمن من الجغرافيا الضيقة إلى الكونية، ومنحت ساحة التغيير اليمن زخما عاليا وحضورا دوليا، ليأتي التجميد في لحظة في شهر الثورة، قبيل شهر الثورة، وهذا مؤلم. وكنا بالأحرى ونحن نطالب الأحزاب السياسية أن يعطوا مساحات، كانت توكل كرمان تعطي لهذا الحزب بعدا كونيا، تعطي حضورا دوليا لفبراير. هذا الحزب له شخصيات كونية لديه تمنحه هامش للمناورة، ليس فقط التوكل عليه، أن يمنح الشباب ويمنح قيادته الشابة استقلالية عمل القرار المركزي، ليستطيع أن يتفاوض مع دول التحالف، أنه هناك ضغوط عليه من قبل شبابه، وبالتالي هو الآن تحول من حزبا لديه شخصية كونية إلى حزبا محليا، وقلص مساحة التفاوض. ولهذا كنا نطالب الأحزاب السياسية بعد ثورة فبراير أن تمنح الشباب تكوين أحزاب سياسية، وأن بتحت رعايتها، لأن هناك شخصيات قد أصبحت عتيقة وأحزاب لا تفرز الديمقراطية وشباب طموح، وهذه ربما إشكالية كبيرة. وبالتالي يعني أعتقد أن ما حدث الآن على الشباب أن يحاولوا ينتظموا في حركات وأن يعودوا، يعني الآن الذي يعمل في الساحات، هذه الرسالة الأولى للتجمع اليمني للإصلاح، أنه خسر بذلك وقدم رسالة، وهو أهم قوة خرجت في فبراير، وقد ارتكبوا الخطأ الأول عندما ذهبوا إلى الحوار الوطني وهم لقاء مشترك كفرادة، وخرجوا من المؤتمر وأخذوا وقعوا على الاتفاقية، ثم بعد ذلك تركوا الشباب وتخلوا عنهم، والآن أيضا حاولوا العودة إلى نفس آلية اشتغال الأحزاب، بمعنى أن الشخصيات العتيقة
لا تفرد الأحزاب ديمقراطية، لا يعطوا للشباب هامش المناورة. نحن نطالب هذه الأحزاب أن يعطوا للشباب هامش للحرية والحركة بما يمكنهم من الخروج. إذن الآن على الشباب اليمني، ونحن الآن في ظروف حرب وظروف هكذا، لكن قوة الثورة المضادة قائمة. الحق لليمني مراقب، أقولها مراقب من دول الجوار. المملكة العربية السعودية يعني تراقب الحق منذ صراع الجمهورية الملكيين وتراقبه بدقة، وهناك لجنة خاصة، وهناك تجديد لشرعية الجماعات عبر التاريخ. دول الإمارات العربية المتحدة انضمت إلى التدخل في الشام اليمني قبيل دخول الحوثيين إلى صنعاء. المجتمع الدولي يريد تأصيل الحوثيين. إذن الثورة المضادة متماسكة. نحن لأن هناك حرب شاسعة ارتبكنا قليلا، لكن إذا فقدنا الثقة بذاتنا وفقدنا الثقة أن هذا الفعل يصلح مسار ثورتين تغييرين عفوا حدثين كبيرين. يعني كان هدف نوفمبر يعني إصلاح تعثر عملية التحديث والتنمية في ما كان يسمى جمهورية اليمن الجنوبية، وإصلاح مسار التعثر الدولة يعني عملية التحديث والتنمية في ما كان يسمى الشمال، ثم تعثر العملية الديمقراطية في الدولة الواحدة. يعني تحمل كل هذا، لأنه ماذا فعلت الجمهورية اليمنية الديمقراطية والجمهورية العربية اليمنية؟ نقلوا كل تراثهم من الصراع ومن أزمات التنمية وأزمات السياسة وحروب الشطرين وصراع الرفاق وصراع المشايخ، نقلوها كلها دون عدالة انتقالية إلى حقل الوحدة، وحافظ كل طرف على جيشه وأمنه. ثم ذهبنا إلى انتخابات 93، بدل من نخلق سلطة ومعارضة بحيث تكون المعارضة قوية، قمنا بتقاسم السلطة ولم نخلق وفقا لقواعد اللعبة سلطة ومعارضة. الآن المعارضة منذ 93 حتى اليوم سبب هذه الكارثة، والمعارضة ضعيفة لأننا لم نقبل بالقواعد. هناك من يتحدث إذن الدكتور يعني ثورة الشباب، ثورة الشباب لديها ثقل تاريخي، لكن هذا لا يعني فقدت يعني كما يقال حلقة مفقودة، وهي ربما ليس حلقة مفقودة. الحلقة المفقودة هو الانتظام والتحول من جماعة واسعة غير قادرة على التوافق إلى جماعة تتحرك في مشروع وبآلية حديثة وتواجه وتضع استراتيجية مضادة. نعم، سمح لنا أيضا أن تنضم معنا عبر الهاتف الأستاذة نجلاء العمر الكاتبة والروائية من واشنطن. مساء الخير أستاذة نجلاء. مرحبا، مساء النور. أهلا بك أستاذة نجلاء. برأيك ما هي أسباب حملة التشويه التي تتعرض لها ثورة فبراير من قبل بعض السياسيين والإعلاميين؟ والله أعتقد أن هناك لبس كبير فيما يتعلق بفهم فبراير، وهذا اللبس هو الذي أدى إلى هذه الانعكاسة الغير طبيعية. فالكثير يظن أن كان أهم هدف للثورة هو الخلاص من علي عبد الله صالح شخصياً، بينما كانت 11 فبراير هي أكبر من ذلك بكثير، وهي عبارة عن ثورة ديناميكية مستمرة ضد كل شكل من أشكال الفساد، ضد اللا دولة، وضد كل أشكال القمع والنهب وما إلى ذلك، مما يجعل فكرة الدولة منقرضة. ف 11 فبراير لكل من كان ضمن علي عبد الله صالح او ضمن المؤتمر الشعبي العام، هي لم تقم ضد هذا الحزب او ذلك تلك الجماعه او ذلك الشخص، وانما هي ضد كل من يحاول ان يقوض اركان الدوله اليمنيه، وكل من يقف ضد فكره الحكم المدني والدوله المدنيه الرشيده. نعم. طيب أستاذة نجلاء، هناك يعني كثير من الكتاب والإعلاميين أيضا، ربما ليس فقط اليمنيين وإنما أيضا الخليجيين الذين يشاركوا بهذه الحملة، ويقولون ما الذي قدمت لكم ثورة فبراير، انظروا إلى حال اليمن، متجاوزين الانقلاب الحوثي الذي يعني قام بإفساد كل ما كانت بدأت بإصلاحه ثورة فبراير. هو في الحقيقة أن كثير من الأقطاب ومن الأطراف لم تكن في الأساس مع 11 فبراير، ولم تكن قابلة أساسا بالثورات العربية، وبالتالي هذه المرحلة هي مرحلة مناسبة كثيرا بالنسبة للكثيرين للانقلاب على هذه الثورة وعلى مفاهيمها التي هي تكاد تشكل عدو
لا أقول للجميع ولكن للأغلبية، لكل من يشارك فيها في مستويات عليا من الفتاة، لكل من يشارك في تقويض الدولة وانتهاك السيادة، وكل من يشارك في كل هذه الأشياء هو ضد ثورة 11 فبراير. نعم أستاذ نجلة، هناك من يقول أن أحد أهم أسباب أو عدم أسباب حسم الحرب في اليمن من قبل الخليجيين هو خوفهم من أن تتكون بلد ديمقراطية يعني بالقرب منهم، يعني هل تتوقع أن الخوف من الديمقراطية قد يكون سببا لتأجيل حسم المعركة؟ نحن نستطيع أن نعود إلى الوراء قليلا فنكتشف أن هذا كان الهاجس الدائم لكثير من الدول، وبالتالي كانت اليمن دائما مطلوب أن تظل بلد ضعيف ومنهك، ولذلك استمر الجمهوريين يحاربون الملكيين 7 سنوات أو 8 سنوات لمجرد أن هناك مخاوف من هذا البلد أن يصبح أكثر قوة أو أن يكون له حاضر قوي كما كان له تاريخ عظيم. فلا نستطيع أن نتحدث عن أن الجميع يفكر بهذه الطريقة، ولكن هذا هو هاجس كبير، والخوف من الديمقراطية لأي بلد لا يستطيع أن يمارس الديمقراطية أيضا مشكلة كبيرة، وهي والديمقراطية أو كل أشكال الحكم الرشيد هي عبارة عن عدوى تستطيع أن تنتقل من بلد إلى آخر، مثل ما حدث تماما في الربيع العربي والذي انتقل من أقاصي المغرب إلى أقاصي المشرق. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذة نجلاء العمري الكاتبة والروائية، كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن. عودة إليك دكتور عبد الباقي. دكتور عبد الباقي، تعقيبا على السؤال الذي طرحته على الأستاذة نجلاء، وهو مدى خوف الخليجيين من وجود بلد ديمقراطي منذ ثورة ربما يعني سبتمبر على الإمامين، وهناك يعني قلق في أن يستمر وضع اليمن بهدوء، هو البلد الوحيد الجمهوري في ظل أنظمة ملكية ويعني إمارات وإلى آخره. هذا يعني لا يحتاج إلى تأكيد، هذا شيء مفروغ منه، وسأذكر يعني سأذكر المشاهد الكريم فقط بعجالة. الحقل السياسي اليمني والاجتماعي تحت الرقابة منذ الثنائية القطبية، عندما كان هناك دولة في إيديولوجية الاشتراكية ودولة في الليبرالية الإسلامية بين قوسين نضعها، وبالتالي حتى المنح التي تقدم للشعب اليمني في إطار دعم الأشقاء والكتاب المدرسي الديني كان بهدف إيجاد نخبة مناقضة للنخبة الجنوبية يكون هناك، لأنه كان منح الطلاب كلها إلى أوروبا الشرقية واليمن كان الشمالي، هنا جزء يروح، وكان هنا خوف من تصبح النخبة في اليمن كلها ذات مرجعية اشتراكية، فقدموا لنا منح إلى باكستان ومصر من المملكة العربية السعودية، وقدموا لنا منهج الدراسي الديني حتى لا تكون هناك نخبة منسجمة ذات مرجعية أيديولوجية ويصبح هناك تنافر. ومن هنا قدموا المنح، قدموا المراقبة، دعموا المعاهد الدينية، دعموا كل هذا ليس في إطار يعني التعاون بين الأشقاء، في إطار نحن شعب عربي واحد، في إطار مصالح استراتيجية. بالتالي بقاء اليمن موحدا وذو نظام ديمقراطي يقلق دول الخليج، لأنه هو قريب، حتى الوحدة اليمنية تقلقهم، لأنهم لا يريدون دولة قوية ذات نمو ديمغرافي مرتفع، ذات عمق تاريخي لا يمكن تتطاول بهذا العمق التاريخي، لديها مقدرات نفطية، لديها شعب حي، لدينا شعوبنا في القديم ساهمت في تأسيس أندونيسيا وماليزيا، وهناك شخصياتنا، هناك أيضا المساهمة الحضارية، الفعل الديني، الفعل الحضاري، شعب يمني ينتمي إلى البدايات الأولى للتاريخ. وبالتالي أعتقد أن دول الخليج برمتها تراقب هذا الحقل بدقة، والدليل على ذلك الآن لاحظي ماذا يحدث. يحدث أنهم يتعاملوننا في لحظة انتهازية، بمعنى أنهم سيقسمون هذه الجغرافية، يتدخلون في الشأن اليمني، يفرضون على مهاجرين اليمنيين في السعودية يعني التزامات مالية، فرص عمل محدودة، يعني كثير من هذه الأمور لخلق حالة من قبول أي تسوية. وبقاء الحقل اليمني لا يستطيع أن يتسق في التغيير، كما أعادوا الملكيين والجمهوريين
ويعني ولم تكتمل الجمهورية، بدأت الجمهورية هناك صراع داخلي وخفي، كما الآن يريدون أن يكون هنالك حوثيين وقوى سياسية أخرى وحراك جنوبي، وبالتالي نحن نستطيع أن ننتظم في الانتقال ولا نقوم بعملية تحديث. هو ظل الشخص العقلية أنا حضرمي، أنا من الجنوب، أنا من تعز، دون أن نكتمل ونحن لدينا أزمة هوية وطنية، ويصبح الحق اليمني دائما تحت رعايتهم ويدعمون تيار على تيار. حتى الخارطة العقائدية الدينية دعموا التيار المدخلي على حساب التيارات السلفية الأخرى. هذا تدخل في السيادة، تدخل في الخارطة العقائدية، تدخل في تشكيل الهوية الوطنية، تدخل في 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 يعني في الاستيلاء على مراكزنا. بالتالي هذا أنا أعتقد أننا في لحظة تاريخية حرجة، ولكن أقول للآن في هذه اللحظة لكل المشاهدين، هو أن هناك مدينة يبدو لي أنها هي مفتاح الحرب والسلام. إذا أردنا أن نحدث تغييرا علينا بمدينة تعز. مدينة تعز هي الحامل الجماهيري للمشروع. نعم، بوجود الجماهير يعني العديدة التي ننطلق الآن الوضع كله متشظي، جغرافيا متشظية، وضع الهوية الوطنية، هناك استدعاء هويتين، لاحظي، هوية جنوبية، هوية شمالية، هذا خطير. يعني المشروع الوطني يعاني من، وهناك من يغذي من الإمارات، النزوع حتى على مستوى ما يسمى الذباب الإلكتروني من الإشاعات حول الشماليين، بما يخلق نفور. إذا أنا أخلق هوية وطنية يعني متناقضة، هوية عقائدية سنية شيعية متناقضة، جغرافية قابلة للانقسام، جماعات عقائدية تنتمي إلى نفس التيار لكنها متناقضة. ما هذا؟ نعم. تدخل إذن هذا دكتور تهديد. يعني ونحن نتحدث عن جماهير عريضة ما زالت موجودة مع ثورة فبراير، وربما هي تتضح كلما بدأنا بشهر فبراير، نجد الزخم الذي يحظى به من قبل شباب الثورة، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي، على مستوى الاحتفالات التي يعني ربما في كل المحافظات يتم الاحتفال ب 11 فبراير. يعني في ظل هذا الزخم دكتور عبد الباقي، كيف يمكن المحافظة عليه؟ كيف يمكن يعني أن نجد وسائل لمقاومة الدفاع عن قيم الثورة، عن نبلها، عن يعني أن لا نسمح بتشويهها بهذا الشكل؟ أولا علينا أن لا نكتفي بالاحتفال، يعني في يعني ما يسمى بالعقلانية التواصلية، بمعنى تقييم ما قمنا به ونقطع مع ما هو سيء ونستمر بما هو إيجابي. أول خطوة يعني يجب أن نقوم بوضع بتحول هؤلاء الشباب من الاحتفال في فيسبوك وتغيير البروفايل وخلق يعني ما يسمى بالاحتفال الداخلي، وهذا يعني يعطي لأنه كل واحد يقوم بدوره وكأنه يعني يشيل عن كاهله ما يجب أن يقوم به. علينا أن نتحول وأن ننتظم في حركات سياسية ووطنية لديها مشروع ورؤية، لأن الثورة المضادة تتحرك حتى في مشروع واضح، والآن اليمن في لحظة تاريخية صعبة، لا يوجد لدينا حتى ما يسمى. أنا تواصلت مع أحد الفنانين اليمنيين شخصيا وطلبت منه أن نخلق ما هو مشترك وطني، ونحاول أن نوجد ما يسمى الوجدان المشترك، ونستدعي من التاريخ الوطني اليمني بعض المشترك الوطني، ولكن أنا إمكانياتي محدودة. نحن بحاجة إلى إيجاد ما يسمى يعني الذاكرة الوطنية، نوحدها في وجدان مشترك. الآن لدينا خطورة، يعني الشباب إذا استمروا بالاحتفال في الفيسبوك لن نحدث تغيير. علينا أن نتحول من احتجاج ومن ما يسمى، انتقلنا من الميدان الاحتجاج الميداني إلى الاحتجاج والاحتفال في الفضاء الاصطناعي. لا، علينا أن نتحول إلى قوة في الفضاء الاصطناعي وفي الفضاء السياسي العملي، وهذا يتطلب أن نعيد أن نخلق أن نحاول نبحث في الذاكرة الوطنية عن ما هو مشترك، أن نضع مشروع، أن نضع مش يعني أوراق عمل، خطة لنفهم ما هي استراتيجية الدول خاصة. وإنني أنبه، لدينا وأنا أكرر الجملة، ثنائية وطنية، ثنائية عقائدية، ثنائية جغرافية، هويات وطنية سابقة للوطنية، بمعنى يعني حاشدي، بكيلي، حضرمي، تعزي، إبي، كل هذا تراث. بالتالي إذا استمرينا بهذا القصور لن نحدث تغيير. علينا أن نتحرك ولا أحبط الناس. الثورة هذا فعل
إذن فعل يعني مرحلي لسيرورة طويلة. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.